احلى راديو. العشرة وحدش دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى الحدش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا، تجم تابعونا كالعادة على شين يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. موضوعنا في كلام القلب اليوم في ساعتنا الثانية لمواصلين فيها الحب، او من الصداقة الى الحب، كيفاش انتقلت العلاقة متاعكم، كيفاش تحولت من الصداقة الى حب، كيفاش عملت باش تبدلت العلاقة هذية، وهل كي تبدلت المشاعر بينتكم من صداقة الى حب هل نجحت الحكاية، مشيت الامور، والا كل شيء فسد، لا قاعدة صداقة لا قاعدة حب وبعدتوا على بعضكم. كلمونا على الرقم 58 550 709، 58 550 709. معنا هاجر، اهلا وسهلا هاجر. عطينا طارق، شنو حوالك؟ الحمد لله هاجر، شنو حوالك هاجر؟ الحمد لله عايشك. هاجر تخدم كادر في بانكا مثلا؟ لا نخدم، مانيش كادر. نخدم في لابوراتوار. اي جو كونفيرم، ظاهرة فما المديرة شوية هكا؟ والله جملة يا طارق، ما أنا في الوقت بتاعي مديرة برا. ملا شاهية تكون مديرة؟ اي خاطر الصوت هكا نتاعك نتاع واحد يسردك شويه. ريت. شو امورك باهيه؟ صحة بخير؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله. تكلم فينا منين هاجر؟ من المنستير. من المنستير، تحيه كل مستمعينا في المنستير. قداش عمرك؟ 28 سنه. سيدي في 28 سنه لله عشت التغير من الصداقه للحب؟ اي. كيفاش يا لله؟ هو الحقيقة عشتها مرتين. عامل الخبرة هنا يتحدث. ايه لولا ما كانتش هكا نحكي اكزامبلير، بالعكس هي كانت كذبة كبيرة، معناها ديجا شدت برشا سنين باش خدعة. شكون في اللولانية حب يغيرها من صداقة إلى حب؟ والله احنا كان معناها تحاول باش تفهم الدوخ، خاطر احنا كيفاش احنا من الاول بقينا اصحاب، بقينا مده طويله 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 اصحاب. هو قديش يحكي لي قديش؟ سنين. خمسه كذا؟ 8 سنين. اوه عاد 8 سنين وبرانسيب عاد يصب عليك يولي في السينيسيس. شفت ماما ما يعطيني هبوتي. اي بعد 8 سنين صديق. بعد ما كان ما كنا اصحاب وكنا كتحب، يعني جامد ما في، معناها بجيت في مخي باش تبدل العلاقه هيك باش نولي نحبه ولا باش نحبه. اونتر تون هاجر، فك الثمانية سنوات انتوما ما فماش فيكم واحد كانت عنده علاقه هكا، عنده ريلاسيون اونتر تون مع شخص اخر؟ بيان سور، احنا توس كنا نحكيو على اصحابنا لبعضنا، معناها انا نشكيله هو يشكي لي. انت تحكي له على المفروض حبيبك وهو يحكي لك المفروض على حبيبته. ايه، وكان يتكلم في الطفل اللي معايا ويقول له رد بالك عليها. وهو ناوي على الخير. وهو من داخل معناها يرحي هكا، ماهوش عاجبه شيء، وكان سي معناها غاير. انا سي بون، ما بين انا شفت طريقي وكلنا كان سي بون، معناها ما حبش يصارحني بحتى شيء. مادام شكون بعد غير الصبغه القانونيه للعلاقه؟ شكون ردها صالحه للبناء، هو ولا انت؟ اسمع، هي تنمو طالت المدة، والله الحقيقة ما عادش متفكرة شكون من الأول اللي قام. مادام ما تفكرش دوك أنت، دوك أنت. باهرة أنت. اسمع، قلت له يا أخي احنا توا زاد نعرفوا بعضنا. في ساعة ما اعترفت، في ساعة ما اعترفت اللي هي أنت. إي. باهي. احنا زاد نعرفوا بعضنا، هو قريب لي على الآخر، معناها يا ريت احنا نعيشوا مع بعضنا بريسك، احنا بالتليفون وقتها ماناش بعد بعضنا. فهمتني. دونك كنت نعيش معاه نهار ومفتاح للليل، معناها هو يحكي لي وانا نحكي له. 24 وانتم تسمعوا في بعضكم. ديجا وقتها كنت اريد تعمل في بروموسيون، وقت اللي كان اسمها تشيمزيانا، تعرفك البروموسيون هذيك 24 جراتوي، كان فما اوفر 24 ساعه مجاني. فوالا للصباح. وانت ما شاء الله كنت اول المستثمرين في المشروع هذا. اريد الحاسيل استغنيوا مني هيك. هو عاد سميتها 3 مرات البيب وما حبيتش نتكلم. عايز. اوكي سامحني. باه، دونك وليت العلاقه هكا حب ما بيناتكم وتتكلموا كل يوم، ثم يا هاجر ثم احاسيس بدات تتبدل. ليسونسيال بقينا نحكيو هكا، وليتوا مع بعضكم. فوالا، ولينا مع بعضنا. كم دامت المع بعضكم هذه يا صبري يا هاجر؟
الحقيقه اللي دامت هي هي زاد نسيتها قداش اما الحفيله من بعد من 8 سنين ولا 12 سنين زدنا اربعه زدنا اربع سنين مدلنا العقد بدلنا العقد اما مش برشا اما مش برشا كيف ما نقول بالانجلي بريتش اوف كونتراكت معناها صار انقطاع في العقد هذاك موافقك موافقك ظاهره مقنع على الجمله ايه دونك زدنا اربع سنين وانتوا بعض مع بعضكم اش عطاو يا هاجر عطاو بعد ضعفين اش عطاو ضعفين خاطر لقيت 8 سنين هذوكم ديجا هما كذبه وزيدهم اربع خدعة وزيدهم اربع عندنا 12 مشو مشو ايه انا في الاربعه 12 هذوكم الى ما زبلت التاريخ بالضبط بالله بالله to the trash برشا كمام هاجر برشا اي اما هو من نقطه صغيره عملي 16 سنه عاد كمام ما خدتش مني برشا بالعكس هذيك التجربه كان هو ديما اون باراليل اون باراليل به بعد نهايه التجربه الاولى هالعقد هذا طويل المدى اجينا من تجربه اخرى فيها زاد تحول كيما هكا جاتنا استوار دامور كبيره بديت بصحبه زاد اي بديت هكا لابا معناها بضحك ولابا في البوستة مشيت مع فين صاحبي. فين؟ لابوست في البوستة؟ لابوست أول مرة تعرضني قصة حب بديت في بوستة أقسم بالله كنت فوز رسالة خادي أنا أصلا ما كنتش منتبه جميلة الحكاية في بوستة ممتاز وتعرفي هاجر عملناه أنا وأصحابي نكتبوا في مسرحية قلت لهم نعملوا الكوبل يتعرفوا على بعضهم في بوستة قالوا لي مستحيل ما باش صدق حد وماش لوجيك وياسر خير ايها وطلعت موجوده بالحق بالعكس تنجح على الاخر باهي كيفاش عرفتوا في البوست انت تلوج على الرقم وهو قال لك من غادي ليه بعدي تو انا عندي صاحبتي مشيت باش تجبد هي فلوس مشيت معها انا ديما مانيش معتمد كانش التليفوني والكتاب بحثية صاحبتي ما نهتمش بالعالم الخارجي اللي بحثية نهتم كان بالشخص اللي بحثية انا هكاك وهي فجاه قالت لي هجره باش يجيني شكون نعرفه هو ديما يقول لي كيف تروح كلمني نجيك وراني ديما معناها نخلف بوعدي الكل قلت لها اوكي مريق خلي يجيني سيل شو مشكل حاصل على هذا راسي نشوف في واحد هكا بوكوز جاني في الاتجاه معناها قلت لي هو الشخص اللي نحكي لك عليه ما سمعتهاش الحقيقه قلت له نخزر له نخزر الشعر ونخزر الستيل نخزر معناها تصلي على النبي مسكني فيه من الاخر صوت كنت شوده انا اختك الحقيقه ما كنا واقف باش نحكي لك شويه من نوع اللي الاخضر واليد اوكي هكا هكا زيد طيح فيها زيد جعت قلت لهم توا نحب نمشي ناكل هي من الاخر هي ما شاء الله شفت هو كان عندي صاحبي عنده ريستو اوكي هيا نمشي ونقول صاحبتي كانت لا وما لا وما قلت لها انت تسكت سي بون صاحبتك جعت انت جوست تجيب لنا معاك كسيت فهو معناها بخليف هو اقترح عليه نمشي هزنا في الكرهبة يا اخي هي سيادتها فقلها الراي معناها باش تمشي على ساقيها قلت لها من الاخر ما نحبش انت تحب تبقى بعدي قلت لي لا وما لا اوكي صدقنا هو وخلطنا احنا على ساقينا خلطتوا على ساقيكم صدقني صاحبتي 10 سنين نسيتها وبقيت نحكي معاه ونفضلك اون ديري نعرفه هو اللي عندي سنين صاحبتي كي غريتها طبعا اي دونك بدينا في شوية أجواء هكايا صحبة شوية ولو كأنها ما تعديناش بمرحلة الصحبة هذولي ديريكتومون لا مازال هكا وباش تبدا صحبة خاطر أنا ما نعرفوش جملة إيه كملي يا جري ليسونسي خرجنا من كيرستو هذاك أنا شبعانة ميزوني معناها مورالمون كل شيء معناها عاطفيا اللي تتخيلوا أنت في مخك معناها وليتوا تتقابلوا أنت وياه بركة كأصحاب بعد إيه ولينا هكاك بعد صاحبتي هذيك الغناها بالكل هي كبي الغناها ولينا نخرجوا احنا زوج كهكا كاصدقاء كاصدقاء تحبوا الجو خاطر صاحبتك مقاينه بالضبط هذا كفوها اللي عرفتك بيه زايد ايه طارق مازال زيك الحديث ما تستغربش قول لي هي جدي بيان صاحبتي حط تحتها ثلاثه اسطرة صاحبتي ايه اها من بعد بقينا كل مرة أنا نقرأ وقتها وقتير وهو يقرأ في نادل حاسلو بقينا في الويكاند نتقابلو وإلا ساعات هو يبدأ عنده قضية خفيفة يقول لي هيا معايا امشي معايا أقضي القضية هذه على لونس فوالا على لونس
وانتي مغرومه بالونس هاجر تحب تونس تحب تونس لا هو بالذات يحب نونسو معني حد اخلاق الحقيقه مشينا نونسو فيه هاي ليسونسي مره على مره فهمت كل مره بعد ولينا احنا ما كنا ما نشوفوش بعضنا في نفس الدور ما نشوفوش بعضنا جنب بعض ولينا بالسهر ديما نتقابلوا حظ العشاق هذا شفت كيفاش ريت الدنيا وهيك كل مره كيفاش واحنا نحكي مع بعضنا سامبل يعني نحكي له ويحكي لي وكله مين صاروا دي ديتاي اكزامبل احنا ولينا نحكيه في الفيسبوك ونخليه في فيسبوك اكزامبل نخليه لابيل فوكال محلول الصباح ترقد لابيل فوكال محلول محلول يبقى هيك نرقد ونفيق ونخرج حتى للقرايه ولا لاي بلاصه يبقى هيك فما مره قعد نهارين يذولي محلول لا مش الدرجة دي كان في سين تاعي مع على جده معنا ما تصورش كان شقة ما يشدش بيه حاسي لو هيك مشيت نعدي في الدنيا هو معايا مشي معايا وبالتليفون وكل شيء معايا ونخرج نعمل مارش نتلفت نلقاه معناها في زوني بورتون زون معناها بعيدة وكله نتلفت نلقاه بحكية دونك ولا دائم الحضور السيد هذا في بلاصة بعيدة موجود في قهوة نلقاه كي نعدي الكود نلقاه كي نعدي البرمي نلقاه شدد لي البارك في البلايص كل موجود أكثر من اللي تتخيل يا أخي بعد هالحضور المكثف ليه ماذا حدث كالعادة هاجر خذيت أنت المشعل باش تغير الصبغة القانونية للعلاقة ولا جات من سي السيد باش نظمت يا طارق المرة هذه منه هو ساعة كان صبر شوية راجت منك أنت لا بقية متبوهل للوقت ذاك بقية متبوهل ما حسيتهاش جات منه هو المرة هذه جات منه هو يا طارق ماذا قال لك يا هاجر ليلة من الليالي عايد لأمه وقال لها أمي شنو رأيك في الطفلة هذه؟ تبركل عليها بنتي الكلمة شهيرة إذا كان قلت لك بنتي حط على رجلك تبركل عليها بنتي شنو المثل؟ إذا كان أم الخطيب قلت لك بنتي حط على رجلك بنيتي رأي والله تكذب عليك من لغة قارفة نخسر يا ربي فيش يحكي هذا نسمع مليح فما مش وزني حتى فيش تحكي مصدومة نزلت مصدومة أنا نخسر مصدومة أقوى شوية هاجر في الصوت أقوى شوي قلت لك أنا مصدومة نخسر له معناها إسكو هو يحكي في الصحيح ولا يفضلك مع أمه فقالها بعد ما قالها شرايك فيها قالت تبكل عليها بنتي قالها مالا باش نمشي نخطبها تخطب شكون أنا نعملها تخطب شكون انت شبيك هاجر يعمل لي دخت قلت له سيبنا دخت انت فاش تحكي يا اخي انت طول هكاك ما ينفع حتى تشاورني ما ينفع هكا تحط في عني قال لي هكا حطي معايا هكا جبت امي معناها ناوي على الخير اي انت شبيك ما مظلومه ما فرحنيش هو احنا ما حكيناش يعني ترانزيسيون صارت قدام امه ايه بالضبط انا مش باليش قبل واحنا ما منفع حتى اقترح عليا ولا عرض عليا ولا حتى اقترح والله يا سيدي شجاعة كبيرة سيدي أصلا في الليلة هذيك حتى من ذات الخطبة في كساه هو وأمه فهمت وأختك تتفرج وتسمع وما هيش فيها ما حد شيء ومزبهلة ومن شيء أنت آخر من يعلم آخر من يعلم يا ولدي مثبت روحك مثبت روحي يا تتا ولدك شير أي شير ولدي كهو ليه هي بقات مسكينة تعمل لي ولدي كملوا قرايتكم رجل امورك يا اخي هكاك شق دق وهو كان عندها الحق هي تخاف على ولدها مال هي اش صار بعد هاللقاء هذا هاجر؟ من بعد هذاك طالت المده شويه الحقيقه بعد هو ما غير ما يعلمني انا وقتها مشيت لتونس نخدم ما غير ما يعلمني كلم بابا فجاه نشوف التليفون بتاعي في الخدمه خرجت كلمت بوك شنو كلمت بوك يا اخي انت كل شيء تعمله هيك كلمت بوك من هنا تنطلق الحكايه وتبدا القصه معناها حكي مع بابا وفيك فدات الفيانساي ودارهم قبلت انت دوك بيان سور هي الحكايه بدات تكون تفودر معناها اما بعد التطور معناها السرعه في الاحداث هذيك هي اللي حددنا فيانساي ودنيا عملنا فيها ساي مش باش نعطي الدات الحقيقة خاطر الدات هذيك بالنسبة لي على قد ما محليه على قد ما خايف يعني على الاخر وديجا ديجا يوجع برشا علاش صار؟
انا في نهار الفيونساي ليسونسييل ريت استدعيت كعبات معينين وحبيت فرحتي يشاركوها معايا بالحق الناس اللي يحبوني واللي نحبهم على الاخر. مضايقه؟ لا مش مضايقه، كانت معناها فيها كعبات معينين. مش مضايق، وهو جاب برشا من عائلته الحاضر. الناس بقى ثم تصرفات ما كانتش عاديه. الا وهي اكزامبل خالته تحكي في كلام معناها الفاسون اللي تحكي بها فيلغير برشا هكا. وروحت قبل حتى ما نكمل نصور معاه، وقبل حتى ما يكملوا اقارب يصوروا معاه، انا عندي شكون مثال خالي ما يبقى حتى يعرفوا بالوجه. روح قبل ما يتصور. هذوما مشاكل العروسات التوانسه العاديه. كي العاده شبيه يروح مش ما يتصور وش بيه اختي ما خذتش كعبه الكعك ورقه لا اخته هذيك موضوع اخر، هذيك تبكي بالصوت، معنى هذيك موضوع اخر، هذيك بالضبط موضوع اخر. اي تبكي بالصوت. وديجا انا اللي غاضني نهارتها انا عملت له كادو حاجه بيرسوناليزي. والله صدقني في الدنيا بارده وشتاء، انا من ناحيه طالون نجري في جرد الكهرباء باش نعطيه الكادو نتاعو خاطر تيلمون سيت. اي ريت ليسونسيال تعدت الليله هذيك من غدوة احنا بدينا. ريت من الوقت هذاك سبحان الله تحس ريت كل محبه وكل المشاعر القويه وكل تحسها بردت. علاش؟ كي جيت بديت نحكي معاها قلت له يا اخي شبيه معاك عملوا هكاك، يا اخي انت علاش معناها روحت قبل حتى ما اسمه قلت معناها ريتي حاجات اقسم بالله معناها علاش هكاك؟ انا فرحتي وقلت له ناقصت عليا خالتي اكزامبل فما الوقت هذاك لا وخالتي وانت ديما تكره دارنا وانت ما عرفتش شنيا وانت دار وقتاش عرفتهم حتى اللي باش نكرههم من الاصل. ستيب باي ستيب امشي، علاش انت تزرب وتسبق في الاحداث؟ انا ما نكرههمش داركم، مانيش معاهم حتى مشكله. اللي صار من الوقت هذاك بديت شقتلك خالته هي شقتلك؟ عندنا ما اهم، احنا مروحين توا عندنا ما اهم، ومانيش باش نقول لك شنو الحاجة المهمة الأهم من فرحة النهار هذاك خاطر أقسم بالله فضيحة. هك فضيحة أقسم بالله والله. الحاجة الأهم اللي تحكي عليها هي أنت حاجة من با تحكيها حتى كي تبدا سهر مع عائلتك معناها أوكي. باهي دونك تعكرت الأجواء بعد لطية والرسات بعد هجر بعد المحبة نتاعو هو تتحول ممكن مع شخصيته هو مع كل تتحول الحب تملك. اها مع انه هو بدا يبان شويه حتى عنده شويه انحراف نرجسي ومع حب التملك هذيك ولت حاجه بزرع على الاخر. فمن بعد هاجر تولي تلغي علاقتها بصحابها القراب لها الكل، ولات علاقه غير قابله للمواصله. تكسيك. انت وقفتها؟ تكسيك. انا وقفتها. كيفاش عملت؟ انا مشيت انا وياه العرس اخو صاحبتي نحبه على الاخر ابو اخويا. اي الليله هذيك اللي مشي باش نجيبوا فيها العروسه انا وياه مشينا، انا ما حبيتش نمشي على فكره هو جهزني بالسيف برا. مشينا ايش صار؟ مشينا ووقت احنا مروحين خلفنا خاطر هو قال كلمه على العباد، انا ما نحبش شكون يقدم حد ولا يحقر حد ولا يحتقر حد. اي الكلمة هذيك أنا ما عجبتنيش، قلت علاش أنت تحكي كيف هكاك ولا والناس اللي كلها ماهيش بالطريقة هذيك، أنت علاش تحكي؟ ففجأة يتحول من كنا ماشيين العرس احنا وصلنا بينها صفوف باش نطيحوا نموتوا. الليلة أنا وياك باش نموتوا وكهو. أقرصت على روحك. أنا والله العظيم لما تفكر روحي كيفاش مشيت معناها هذيك الطريق اللي مشيتوا على الشوك، تعرف معناها مشيت على الشوك والله العظيم ساقي بعد المدة هذيك بالدم تجري معناها تحفرت وكل ما نعرفش على روحي كيفاش مشيت بكى الجيب الدنيا بكل. من وقتها خليت الديسيزيون باش نبعد. انتهي. شنو في الحكاية هذيك؟ علاش عندها من الوفاة هاجر؟ 4 سنين. بعد وسكرت شوية سكرت كريمون. آخر حاجة لو يسمع فينا شنو تقول له هاجر؟ في 20 ثانية. ربي يهديك. الناس ما همش لعبة بالحق، وانت كيما تحكي معناها تحب اذا كان تحب عبد بالحق تضحي على خاطره سيرتو ما تحاولش باش انك تخليه يلغي شخصيته ويلغي من نفسه على خاطرك انت، هذا كنت تحب بالحق عبد كيما تحكي انت. بالعكس تحاول باش تهزه، تحاول باش تطلعه، مش تحاول باش تنقص. هاجر دونك الصديقة تنجم تتحول لحب ولا؟
تنجم تتحاول. وبالعكس يبداو الكوبل من الاول اصحاب وشي بالعكس يعرفوا على بعضهم، يبدو ديجا صفحه جديده معناها يمشيو مع بعضهم بالبي خير من ما يعرفوش بعضهم هيكاكا وما نعرفش كيفاش. فهمت. شكرا لك هاجر اللي شاركتنا حكاياتك الزوز هذوما، نتمنى لك كل الخير والسعاده في التجارب القادمه اللي باش تعيشها، وان شاء الله الاطراف والناس اللي باش يكونوا موجودين في حياتك في السنوات القادمه يكونوا افضل وخير لك انت من اللي تعداو الكل. مازلنا موصلين معاكم مستمعينا حتى ال11 متاع الليل، من الصداقه الى الحب. هل عشت التحول هذا في علاقتكم؟ كلمنا على الرقم 58 550 709، 58 550 709. ننسي عجرم بدي حدا حبه، نسمعوها بعد الفصل. رغب علامة فورا أعلن غرامي، مش أسمعها بعد شوية على EFM. قبل إذا نذكركم موضوعنا في كلام القلب، من الصداقة إلى الحب. عشت صداقة مع شكون ثم تحولت إلى حب؟ كيفاش عشت هالتجربة هذه، الانتقال من الصداقة، من مرحلة الصداقة إلى مرحلة الحب؟ كيفاش عشت هالتغير هذا، هالتنوع هذايا، صحاب أصدقاء ثم وليتوا تحبوا بعضكم؟ كيفاش صار هذايا؟ كيفاش ساعة نجحت باش انك تبدل العلاقة من الصداقة للحب؟ ولا كيفاش نجح الطرف الاخر انه يبدل لكم العلاقة من صداقة الى حب؟ والاهم من هذا، بعد ما تغيرت هالصداقة وليت حب، هل نجحت الحكاية ومشيت الامور وليت الامور هانية، والا بالعكس بعد ما تحولت الصداقة الى حب فسد كل شيء والعلاقة ما بيناتكم ما قعدتش ممتازة، لا من ناحية الصداقة ولا من ناحية الحب؟ كلمونا على الرقم 58 550 709، 58 550 709. راغب علامة فورا غرامك، وراجعين معكم بعد شوي. العشرة واثنين وخمسين دقيقة، رجعنا معكم على FM في كلام القلب، موصين حتى الاحداش متاع الليل. معنا أميرة، أهلا وسهلا أميرة. أهلا تارك، شنو حوالك؟ أهلا وسهلا أميرة، شو حوالك أنت؟ الحمد لله، انا بردشنا الجداء. الحمد لله. منين تكلم فينا يا اميره؟ تونس. من تونس. علاش بربشتكم اليوم الليله؟ خاطر حيرت فينا المواجع نتاع سنين طويله. باهي، شنو حكايتك اميره في التحول من الصداقه الى الحب؟ عرفت شكون بلوتو حليت عيني عليه، مش عرفته. حليت عينك عليه؟ شنو قرا معاك في الروضه؟ اي هو والفهمتي. كنا نمشي مع بعضنا للروضه. اي عديت توا من عمري 26 سنة وأنا نعرفه، وهو صديق بلوتو، صديق الطفولة، كبرنا مع بعضنا، ما قريتوا مع بعضكم في مختلف المدارس، مكتب، أي. كوليج، ليسي، أي كنا كل يوم نمشي مع بعضنا. تصور أنت، نراسي صباح وليل وعشية القايلة، نفطروا مع بعضنا، نروحوا العشية مع بعضنا، نهار كامل بختيكمون عليه معاه. أصدقاء. أصدقاء. دونك تعرفت أنت على أولاد قدامه، وتعرف هو على بنات قدامك. بالضبط. وكنتوا أصدقاء. أي. قعدنا، قلت لي من روضة 26 سنة. 26 سنة معناتها فهمت بعد الباك كل واحد بشي فاكولتي في دراسة. أما قعدنا أصحاب معناتها نحكي كل يوم مع بعضنا، قراب برشا كيما العادة، ما تبدل حتى شيء. وعائلتكم أصحاب؟ عائلتكم؟ أي جارنا جار سيس هو. أنا في بالي أنه هو صديقي معناتها. باهي، ثم أميرة. يا أخي طلع ماهوش صديقه برا. مالاش طلع؟ كنت الفترة هذيك كنت نحب وأنا مش فايقة بروحي. وكيفاش فقت بروحك؟ بس قريت كيف معناتها نتعرف على راجل وحد يتقدم لي ولا حاجة، كنت ديما أنا الطرف اللي بعد، نعمل كومباريزون بينه وبين أي راجل آخر. كنت تعمل مقارنة مع صديقك. المفروض صديقك. المفروض صديقي باللوجيك ما تعملش معاه مقارنة مع حتى راجل، خاطر هو صديق كأخ نورمالمون. لكن أنت كأنه يمكن ملي حليت عينك وهو قدامك، لي روبير الكل ربطتها به هو. به هو. المثالي يمكن. في عيني أنا، باهي فهمت اللي أنت على ما يبدو تحبين هذا الرجل صديق الطفولة. اش عملت لالا؟ قعدت نكذب، مانيش مصدقة، قلت لا انا نهلوس، انا درشنية، لين كبرت. كبرت؟
هي. كبرت يعني. وقتاش تأكدت؟ في أي عمر؟ وقت اللي عمري 28 سنة. وقتها قلت لي عادة مش هيدرجة مع أنت مجيوغي فاكسيني ما نتصورش ما أنا قاعدة نهلوس. إيه؟ قررت أني نعترف له. تعترف له وهي شنو وهو شنو وضعيته وقت؟ سيليباتير خاطب هو مريح هو نسوانجي كيفاش؟ هو نسوانجي شوية نسوانجي؟ نعرف برشا بنات برشا بنات أنا مش مرتبط رسمي معناتها عنده برشا أصحاب بنات مش أصحاب أحباب أنا أحباب حبيبات حبيبات ايه معناتها كل يوم تلقاها مع طفله ما يقول لك لا انا مش نخرج مع حتى وحده فيهم انت جست بوغ باسي لو طون ايه وحبيته رغم هذا ولا طلعت تحبه ديزون اي ما خاطر ما نتحكموش بو باش كي قررت باش تقول له اميره ماذا حدث؟ تجرأت وقلت له بعد ما قلت له ماذا حدث؟ ما قلت له اش قلت له الساعة كيفاش مهدت له تمهيدة بو ما مهدتش رقدت وقمت قررت ان انا مش نحكي له كل شيء رقدت وقمت صديق الطفولة 26 سنة قلت له نحبك ايه بعثت هالو ولا قلت هالو قلت له كلمته بعد نص الليل بالتليفون ايه ما تجرأش تقول هالو فسفاس لا انا وقتها ركبت لي باش نقول له وانت هكا من الطبع اللي تخطر لك تعمل في العاده برج الدلو برج الدلو معروف يخطر يعمل اليوم شو اي مانيش حافظهم هذيك مدام ليلي انت برج الاسد تعرف مش هكا انا برج الاسد هاكم ما شاء الله تعرفوا اي باهي يا امير يا برج الدلو بعد ما قلت له نحبك في التليفون نص الليل شو قال سيدي؟ أنا حتى أنا نحبك. شنو؟ هكا زوز فاجئتوا بعضكم؟ لا لا ما فاجئنيش هو في باله معناتها كيف أنا قلت له نحبك؟ طول هذا التليفون وأنا قلت له نحبك. أي. حكينا نحبك ما شنو هذا جديد في الحياة هو يحسبها نحبك هذيك بالدود تاع الاصدقاء بالدود هي قال لي شنو هذا الجديد في الحكاية معناتها نحن بس نحبوا بعضنا قلت له ليه انا نحبك 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 حب المرأة للرجل اكزاكتلي هنا صديق هنا قال لك حتى انا ولا قال لك لا يا حبيبي شو أكيد ما قليش حتى أنا معناتها أكيد ما قليش حتى أنا معناتها أنا كنت متوقع الرياكشن تاعو باش تكون هكاكا خاطر ما عمري ما شقال شو عمل شنو رد ولا ما نجمش يحكي تصدم وعلق عليا جملة إي ومن بعد عاود كلمني قال لي يا أخي مكونسوني حاجة يا أخي تفادلك يا أخي شنو حكايتك عاملة ديفي مع أصحابك شنو الحكاية أكسيون فيريتي إي قلت له ليه نحكي بجدي انا نحبك قلت له راهي فيريتي اما من غير اللعب بالضبط اي رده الاخير ماذا كيف كان على هالاعتراف اللي في ضمنه اقتراح قال لي انت تعرف انه انا نحبك كيما اختي كيما صديقتي ما نجمش نراك كحاجه اخرى بخلاف انه تكون صديقتي هكا اي وانت كنت متأكدة قلت لي انك باش تسمع هذا اي ورغم هذا قلت لي وانا باش نخسره اي ومن هارتها خسرت الصديق هذا اللي خفنا منه من اول طرح الموضوع اي انه خسرت الشيرتين الصديق والحبيب نوعا ما والقلب معناتها تولي معاناة نتاع قلبك يوجعك والقلب وفي نفس الوقت تخسر صديق عمرك مش قداش عندها هالحكاية من اللي اعترفت له عندها عام ومنذ ذاك الحين ايه انتو مزوز كيفاش راح الغالي راح الغالي راح كهو ساشونكو انا راني ساشونكو جاركم ساعة هو جارنا يعني ترى انا بعدت ما عادش نسكن في دارنا
سافرت نعيش برا. على خاطره هو اخترت اني نبعد ونجحت. سافرت نعم. آه لا لا ما نجحتش بيان شور. ما راه كي تحب تصدق ما تنجمش نحي المخلوق هذاك من مخك. باه اميره اخر حاجه نختموا بها. تكبر وتنسى شفتو. اخر حاجه نختموا بها اميره شنو تقول له لو يسمعنا صديق الطفوله وحبيب الحاضر والله اعلم ما هو في المستقبل. ربي يبعدك ويسعدك. شو الفعل الاول ربي شنو يبعدك؟ يبعدك يبعدك من قلبي ومن مخي. اه يعني تدعي انه يخرج من قلبك. بيان شو فما انسان حاب يتعذب ما نتصبرش. ربي يبعدك. اي كمل ويسعده. يعني تحبه يبعد ويسعد ويسعد بعيد عنك. خاطر ما هو فرحته بعيد عليا مش معايا. في العامين هذوما ما ارتبطش هو ولا شاف حاجه ولا عمل حاجه في حياته؟ نورمالمون لا. نورمالمون لا. شكرا ليك اميره اللي شاركتنا قصتك وتجربتك من الصداقه الى الحب. هذه المره على عكس تليفونات الاخرين الصداقه لما تحولت الى حب لم تجني ثمارا جيدا جيدة. شكرا لك. شكرا لكم كل المستمعين اللي تابعتونا ما 9 ل 11 في كلام القلب. شكرا لكم اللي تابعتونا اليوم وكامل ايام الاسبوع. تحية للناس الكل اللي اقترحوا عليا مواضيع اليوم انه نعملوها في كلام القلب. برشا مقترحات جاتني اليوم على صفحة الانستغرام ان شاء الله تواليا نعملوها في الحلقات القادمة. شكرا لعاطف بي في الاخراج، زهرة المولي في الاعداد، وام رابح في الاف ام تي في، ياسمين ترودي في الديجيتال. نتقابلوا نهار الاثنين في نفس التوقيت. الى اللقاء، ليلتكم زينه. كلام القلب.